مرحبا، أنا محمد قاسم، واليوم رجعنا لنحكي على بوابة هجرة جديدة إلى كندا، بوابة بتحقق لك الإقامة المؤقتة. الإقامة المؤقتة، تعالوا سويا نفوت نتعرف على هذا البرنامج المتعلق بنونافوت التي تقع في الشمال الكندي والتي تعد من أبرد المدن الشمالية في كندا. هسه حنعرف ليش عملوا لها هذا البرنامج، شو طبيعة هذه المدينة، شو وضعها. بس قبل ما نفوت، بتمنى من الكل أن يصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد حتى يرضى محمد. بتمنى من كل الأشخاص اللي عم يتابعوني على قناتي على اليوتيوب يشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس حتى يصلهم كل جديد، وكل شخص يحط سؤاله على الحلقة عشان أجاوبه عليه وما تتردد في وضع أي سؤال. أيضا لكل الأشخاص اللي عم يتابعوني على قناتي على الفيسبوك أو الانستغرام، بتمنى منكم جميعا تفوتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، تحطوا لنا التاج لكل الأشخاص المهتمين بالسفر والهجرات، تحطوا لنا أي رياكت، هجرني، سفرني، نططني، ذبحني، اللي بدكم اياه. ايضا لا تنسوا تفوتوا على لينك وتشوفوا مين اللي فاز معنا في المسابقه، الخمس اشخاص اللي فازوا هين حاطين اللينك تاعهم. وفي عندنا اليوم كمان مفاجاه ومسابقه هحكي عنها في اخر الحلقه، تابعوني عشان تعرفوا شو هي المسابقه وشو الشروط حتى تشترك في هذه المسابقه. خلينا نفوت نشوف هذا البرنامج ايش اللي بيعطينا اياه، شو بحقق لنا. تمام يا جماعه الخير، زي ما تعودنا دائما وابدا الموقع الرسمي، تعالوا نفوت على الموقع الرسمي لدائرة الهجرة الكندا. هون learn about Nunavut، مقاطعة Nunavut. طيب Nunavut تعني ارضنا في لغة انتم مش عارف ايش، اصبحت منطقة منفصلة في عام 1999 لكنها ظلت جزء من كندا منذ اكثر من ايش مئات عام. يبلغ عدد سكان Nunavut عن ما يزيد عن 33300 نسمة، ويعيشون في 25 مجتمع، يعني 25 مدينة عايش فيها هذا العدد. احنا عندنا بمنطقتنا 40000 واحنا بناخذش نص كيلو. اصغر عدد سكان في هذه المقاطعات والاقاليم الكنديه، منطقه شماليه. الخدمات اللي بيقدموها اهل نونافوت اللي هي استكشاف كندا والدراسه فيها واختبار اللغه بيساعدوك فيه، وخدمات الوافدين الجدد في منطقتهم. تعالوا نشوف الويب سايت الحكومي الكندي الخاص في هذه المقاطعه. هذا الموقع الرسمي لمقاطعة نونافوت الكندية والمتعلقة في دائرة الهجرة تاعتهم. تمام، هذا الموقع حط لك الوظائف، ريح. وأنا كمان جبت لك موقع ثاني، تمام، بس مش تابع للحكومة الكندية لكن هو موقع رسمي في نونافوت، برضو بساعدك أنك تبحث على الوظائف تاعتهم. تعالوا نفوتوا على الجوبز عشان إحنا بدنا ندور على جوب. إحنا هنا الأساس في هذا النوع من الهجرة هو إيش؟ والحصول على عقد عمل. طيب محمد بدها لغة؟ نعم بدها لغة حسب المستويات. ارجع للحلقة تاعت International Mobility Program، بدها لغة وبدها خبرة، تمام. بس دائما وأبدا الإقامة المؤقتة اللغة بتكون أقل والخبرة أقل والشهادات أقل، لكن هنا حسب الوظيفة وحسب متطلب كل وظيفة. نفوت يا جماعة الخير، طلعوا هنا كل هالوظائف، شو رأيكم نفوت وندور على الوظيفة تاعتنا إحنا؟ تعالوا نشوف. هنا عم بيعطيك الأقسام، يعني خدمات المجتمع، الثقافة، التنمية، البيئة، الصحة، العدالة، وذلك. إذا أنت حاب مثلا تشتغل في واحدة من هذول ال 25 مدن جوا هذه المقاطعة ممكن تحددها، الموعد النهائي مثلا إنه ما تمش إغلاقه. تعال نشوف مسمى الوظائف. معلم الكبار، أخصائي سمع، مسؤول البناء، العمالة العرضية، رئيس الضرائب، معلم التمريض السريري، تمام. هاي شايفين طلعوا، هاي كل هاي خدمات، طلعوا ها 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 طلعوا ها، هاي كلها وظائف شاغرة لحد الآن، تمام. مفتوحة، هي مفتوحة حتى يمتلئ، لسه بدهم ناس. شو رأيكم نجرب هاي معلم الكبار؟ هون بعطيك كل التفاصيل المتعلق في هذه الوظيفة. هذا الرقم المرجعي كثير مهم يا اخوان، الرقم المرجعي كثير مهم. نوع العمالة مش محدد، يعني ايش مش محدد؟ موظف بده اياه من كندا، من خارج كندا، من اقليمهم، معناته انا بحق اللي اقدم، تمام. هون بقول لك قديش بتاخذ مثلا سنوي، فرصة العمل مفتوحة لجميع المتقدمين، هيا طلعوا كيف، اقرأوا ها. هون مثلا شو المتطلبات تاعتها، تمام، يرجى تضمين رقم المرجع في السطر، تمام. هون رقم المرجع كل وظيفة تقدم لها، قبل ما اقدم سي في موتيفيشن لتر، سي في موتيفيشن لتر، ليش حاب تشتغل في نونافوت. هون شو كيف تقدر تقدم لها، تعال نقدم لها انا وانتم، تعال بس بفوت زي هيك، عبر الايميل بحط هنا الايميل تاع الجماعة الطيبين، بروح هنا باخذ الرقم المرجعي للوظيفة يا جماعة الخير، الرقم ايش؟ المرجعي للوظيفة، تمام؟ وبحطه هنا، بعمل اتاتش فايل للسي في والموتيفيشن لتر، تمام؟ للسي في والايش؟ والموتيفيشن لتر من هون، وببعث بعمل سند، وبعمل سند، خلصنا.
أسهل من هيك ما في. إذا الموقع الحكومي الرسمي بس على الإيميل، بتفوت بتدور على الوظائف اللي انت بدك اياها حسب متطلباتك وحسب خبرتك، اقرا شو المتطلبات شو بدهم وراك وابعث. بدهم لغه، بدك تبعت لهم تكون كاتب السي في معي لغه. وصلت؟ عجبوا الوضع بيعمل معك مقابله، بعطيك الترشيح، تحمل حالك تروح بتقدم على ايش؟ على الانترناشونال موبيليتي ايش بروجرام في الحكومه الكنديه. تمام يا جماعه الخير، تقدر تقدم لكل الوظائف اللي في مجالك. وقلت لكم شفتوا حاله الوظائف انتوا، هذا الموقع الرسمي لمقاطعة نونافوت الكندية. أيضا جبت لكم موقع تاني برضو بيساعدك في أنك تبحث على هذه الوظائف. شوف يا جماعة الخير، هذا الموقع، هذا هو الموقع. تعالوا عشان نتعرف أكثر على نونافوت حاطينها، لأنت إذا عرفت شو السبب أنهم بيسهلوا هالإجراءات حتعرف، ما هو زي بقول لك إذا عرفت السبب حتكون واثق أنه أنت حتحصل على هذه الفرصة إذا كانت شروطك متطابقة معهم. طيب بعطوكم نبذة عن العيش في هذه المقاطعة. تمام، تنفس بعمق والشعور بالحيوية في مواجهة الاتساع عندما تطأ قدمك منطقة نونافوت للمرة الأولى. قد تشعر بهذا الأحاسيس إن اكتشفت أن المساحات الثلجية الساسعة والقيم الممنوحة في الشمال الشرقي والأراضي المسطحة الواسعة في الجنوب الغربي ستجعلك ترغب في استكشاف هذه المناطق الجامحة. اغتنم الفرصة، تشهد منطقة نونافوت طفرة اقتصادية ستجد مجموعة متنوعة من فرص العمل في قطاعات مثل الإدارة العامة والصحة والتعليم وقطاع الضيافة والمطاعم والسياحة والبناء والموارد الطبيعية. على الرغم من أن سكان نونافوت يتحدثون الإنجليزية بشكل رئيسي، إلا أن السكان الفرنسيون لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات اللغة الفرنسية والبنية التحتية مثل المدارس والرعاية النهارية والمراكز الثقافية والريادية وغيرها من الترفيه. العيش في نونافوت، بقول لك هل تريد العيش في الأصالة؟ تبحث عن نوعية استثنائية. تمام، هنا بيشرحوا لك عن نونافوت، تقديم طلب إذا أنت حاب تقدم الآن طلب عشان أنا أقدر أعيش في نونافوت. طيب أول شيء الحالة، تعالوا جماعة الخير نعبي سوا، إحنا مع بعض، إحنا دولة أخرى احنا حابين نعيش، فاحنا نقدم لكم طلب. الاسم الأول زي الطلب هاي عشان يساعدوكم يدلوك إيش اللي أنت بدك تعمله. مهم. الاسم الأول مهم. اسم العائلة قاسم، البريد الإلكتروني نحلة، رقم التليفون 0962799672. تمام، شو نوع العقد انت حاب تاخذه؟ والله انا بدي وقت كامل. تمام، ايش الوظائف اللي انت ممكن تقدم فيها؟ والله مثلا المطاعم والسياحه. تعليمك انت ايش كان؟ ماجستير. اذا كانت الاجابه اخرى حددها. لا معناش. سنوات الخبره، والله انا عندي من 5 إلى 7 سنوات. السيره الذاتيه، بدي اعمل سيرة ذاتية احملها، هاي حملتها. موتيفيشن لتر، بدنا موتيفيشن لتر بدنا نحملها، انا طبعا مش محددهم هنا. وثيقة اخرى بالانجليزي، اي وثائق زي شهادات خبرة، شهاداتك، شهادات اللغة اللي بتحصل عليها، بتحملهم كلهم. اوافق على الشروط، تقديم الطلب. هون انا قدمت طلب لهذا الويب سايت اللي هو الخاص في هذه المقاطعة انه هو يرشح لي الوظائف، يساعدني في حصولي على وظيفة. اذا حصلت على عقد عمل هو يعني ساعد، هذا الفكرة منه انه هو حيساعدك بدون ما تدفع ولا دينار، زي كأنه وكيل للسفر، زي كأنه وكيل للسفر بس بدون ما تدفع منه ولا اشي. هذا طبعا بيكون مع اتفاق مع الحكومة، مدفوع له هو من خلال الحكومة. تعالوا يا جماعة خير ابنوا ويب سايت، ساعدوا الناس واحنا بندفع لكم، ما تاخذوا من الناس. صارت الاستمارة جاهزة، بنتظر الرد، بيجيني ايميل انه فعليا استلمنا طلبك، بدرسوا الطلب، بروح بقولوا لي تعال يا محمد، والله في وظيفة 1 2 3 4 5 بتناسب طلبك، قدم لهم، بقدم لهم حسب ما هم بيكون حاطين لي الشروط. واذا حصلت على عقد العمل باخذ ترشيح من المقاطعة وعقد العمل، بروح على انترناشونال موبيليتي بروجرام، بروح بقيم فيها فترة محددة سنة او سنتين حسب ما هم بيحددوا لي، بعدين بحول الإقامة المؤقتة الى إقامة دائمة من خلال اما برنامج الكنديان اكسبيرينس او هجرة المقاطعات الكندية. يا جماعة الخير هذول الرابطين، ان كان تاع الوظائف الجوب بانكس الموجود في الموقع الرسمي او هذا الويب سايت اللي هو وكيل للهجرة. تمام، مدفوع التكاليف من قبل الحكومة، مش انت حتدفع، يعني ما تخلي حدا ينصب عليك، ما تخلي حدا ينصب عليك. والله بالآونة الاخرى لو اورجيكم كمية الرسائل، 10,000 50,000 $250 $600 كلها نصب. اياكم والاحتيال، تحق طق من الشخص الذي تتعامل معه، راسل السفارة، ابعث للسفارة الكندية في بلدك، اسأله عن هاي الشركة. وصلت يا جماعة الخير؟ لا تكن ضحية للناس الجشعة. يعطيكم العافية. زي ما شفتوا الموضوع جدا سهل. الفكرة من هذه المقاطعة، مقاطعة نونافوت هي مقاطعة كبيرة شمالية باردة بحاجة إلى سكان، عدد سكانها قليل مقارنة في المساحة، الجماعة بدهم ينموها. طيب الآن أنا حصلت على عقد العمل، شو حيصير بعد هيك؟ صاحب العمل حيقدم لي على الإقامة المؤقتة، حيقدم لي على الإقامة المؤقتة. بعد ذلك بعد ما يجيب لي تصريح العمل
ويعطيني عقد العمل، هروح على دائرة الهجرة الكندية وأقدم على برنامج International Mobility Program. هذا البرنامج أنا تحدثت عنه سابقا، هذا البرنامج بمنحك الإقامة المؤقتة. طيب هل بحق لي أنا أخذ زوجتي وأولادي؟ نعم بحق لك، وبحق لهم كمان يشتغلوا هناك وبيقدروا طيب يا محمد، أنا معقول أظني بالإقامة المؤقتة؟ بعرف أن لها شرط أنك تقيم سنة أو سنتين في هذه المناطق. نعم صحيح. طب تظني زي هيك؟ لا، لما أنت تشتغل في هذه المقاطعة بصير في عندك خبرة في العمل في كندا، تقدر تحول ساعتها الإقامة المؤقتة بعد انتهاء إلى الإقامة الدائمة من خلال مجموعة من البرامج. أول شيء ممكن Canadian Skilled Worker أو هجرة المقاطعات الكندية. إذا أنا صار عندي خبرة في العمل في كندا، صار الموضوع سهل اني احولها من الاقامه المؤقته الى الاقامه الدائمه من خلال اما برنامج زي ما حكينا الكنديان سكيلد وركر او اللي هي هجره المقاطعات. لعنده احنا بنكون انهينا الشرع على البرنامج، لكن قبل ما انهي الحلقه بدي اذكركم انه احنا اليوم عندنا مسابقه، مسابقتنا حتكون عباره عن تربيح 10 اشخاص للفيزا شنغن. كل ما يتعلق ب الفيزا احنا حنتكلفه، حجز الطيران، حجز الفندق المبدئي، خطة سفرك احنا حنعدل لك اياها، واحنا حنعبي لك الابليكيشن، واحنا حناخذ لك الموعد، واحنا حندفع عنك رسوم السفر وين ما كنت، بنحول لك هذا المبلغ عن طريق وسترن، تمام؟ او الطريقة اللي انت بتناسبك. بتمنى من الجميع اللي بيشترك في هذه المسابقة يفوت يكتب اسمه واسم البلد ويحط فيزا شنغن، تمام؟ المسابقة هذا الاسبوع فقط ل تربيح الناس للفيزا الشنغن. وقبل ما انهي بتمنى من كل الاشخاص اللي عم يتابعونا على قناتي على اليوتيوب انهم يشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس حتى يصلهم كل جديد، ولا تترددوا في وضع السؤال، احنا بنجاوب على الاسئله اللي بتنحط على القناه. ايضا كل الاشخاص عم يتابعونا على قناتي على الفيسبوك والانستغرام بتمنى منكم جميعا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتحطوا نتائج لكل الاشخاص وتعملوا انفايت لكل الاشخاص المهتمين بالسفر والسياحه، ولا تترددوا في وضع اي رياكت احببت هالجرن النططني. وكل الشكر من قلبي لكل الاشخاص عم بدعمونا قاعدين على الانستغرام بفضل الله تعالى، في إلنا ناس وحباب كثير عم بدعمونا بشكل مخيف على قناتنا على الانستغرام، بتمنى هذا الدعم برضه يطول الفيسبوك واليوتيوب. ولهون بنكون انهينا هذا الموضوع، وكالعادة وبنهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.